أما هلا رشا رح نروح لمادتنا التالية بمناسبة اليوم العالمي للمهندس العربي وتحت شعار مهندسونا أملنا وبإشراف فرع دمشق لنقابة المهندسين، أقامت لجنة المهندسات السوريات حفل تكريم الخريجين الأوائل من كافة الاختصاصات الهندسية بجامعة دمشق. تفاصيل من حفل التكريم وثقتها كاميرا صباح نغير من تابعة سوا. بيشرفني وبيسعدني أن يكون راعي حفل تكريم أبناء المهندسين المتميزين في الجامعات الهندسية، وهذا الشيء ليس غريبا على نقابة المهندسين. دائما نقابة المهندسين فعالياتها كبيرة، وبس هي الفعالية تكريم أبناء المهندسين المتفوقين هي أول مرة بتصير بنقابة المهندسين وبفرع دمشق حصرا. قامت فيها لجنة المهندسات السوريات مشكورين. الحقيقة المناسبة كتير عظيمة وهامة ولفتة كريمة، ولا شك طبعا لجنة المهندسات السوريات لجنة خلاقة بهالفكرة هي اللي نحن اليوم شفناها على أرض الواقع، هو تكريم الطلاب الأوائل من كليات الهندسة. طبعا نشكر كمان نقابة المهندسين إن كان المركزية وكان نقابة فرع دمشق على الاهتمام هذا الكبير وتخصيص مكافآت لهالطلاب وتشجيعهم. أول مرة بنتخذ هيك مناسبة بمناسبة تكريم المهندسين، بس احنا متفوقين عم نكرمهم كل سنة، بنكرم المتفوقين ابناء المهندسين بالثانويه العامه والاعداديه، بس السنه اخذنا خطوه بانه كبدايه انه الاوائل على كليات الهندسه كونه راح يكونوا كوادر من كوادرنا راح نكرمهم، وهذا التكريم هو جزء من تشجيعهم للمستقبل، ونكون احنا تقريبا جواز سفر لهم من حيث دورات، من حيث الاتصال بالشركات، من حيث الاتصال بكل المحلات. لازم نحن نتواصل مع جميع المهندسين في اماكنهم كافه بجميع شرائحهم باي مكان متواجدين فيه. فاجتمع مجلس الفرع عدة مرات، وآخر مرة قرر أنه يوجه الزملاء المشرفين من المجلس على اللجان أنه يروحوا يحطوا هذا التوجه قيد التنفيذ. فطالعتنا لجنة المرأة السورية مشكورة طبعا من خلال المشرف عليها باقتراح أنه يكون التوجه الأول أو الاتجاه الأول باتجاه الطلاب المتخرجين حديثا أو لقيد التخرج المتفوقين، لحتى يكون أول ما نستهدفه من خلال الشرائح المهندسين بدنا نكون موجودين. فطلعت هاي الاحتفال. طبعا هذا التكريم أنا والله حرصت على أنه نحضره وندعمه، كونه يعني هذه الظروف التي نمر بها نحن نخلق الكثير مع طلابنا، واليوم لدينا قصص نجاح كبيرة برا، وهذا أحد وسائل الدعم من قبل نقابة المهندسين السوريين التي فعلا يعني نحن إذا ما تعاوننا مع بعض سوية، يعني إن كان التدريس الأكاديمي والعمل المهني، للخروج بطلابنا أو بمهندسينا إلى نطاق العمل المهني. هاي الفعالية كتير عطيناها من قلبنا ومن جهدنا، شيء لأن لأول مرة فعلا، وقد تصبح تقليد سنوي، لأنه النجاح والتفوق سهل، بس المحافظة على التفوق والتميز أكيد مو شيء سهل. فلحنا هاي مثل ما بيقولوا القامات العلمية إن شاء الله حتصير قامات، كونه خطت أول خطوة بتميز، فهي حكما حتكون في العمل المهني في المستقبل من القامات اللي بتفتخر فيها سوريا. ابني تفوق بالثانوية العامة وكان مجموعه يعني بيسمح له يدخل أي فرع، فهو يعني حب إنه يمشي على خطاي، فدخل هندسة مدني، ساعدناه كتير، فهو يعني متفوقين، فتفوق وكان الأول على دفعة العام الماضي 2022.
المهندسين. حقيقة كان هي بادرة التكريم والمنقل النقابي بادرة كتير حلوة، هي لأول مرة بتصير يعني إنه هالمهندسين إنه يكون في يعني جهة ترعى لهم هالتفوق تبعهم أو وتكرمهم. يعني هو التكريم أكيد معنوي حيكون أكثر من مادي، يعني كتير للمهندسين نقابته عم تكرمه، فكتير شيء حلو. أكيد مكملين معكم ونحكي أكثر عن هذا التكريم مع ضيفتنا لليوم، وهي رندا حشيش عضو مجلس الفرع ومشرفة على لجنة المهندسات السورية. تسعد صباحك، مبارك هذا التكريم. يسعد لي صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك ببيتكم. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد لي صباحك. بداية نحكي لنا عن التكريم، كيف تم التحضير له؟ بداية اعتاد فرع دمشق أن يكرم المتفوقين في الثانوية العامة والإعدادية، لكن لجنة المهندسات السوريات ارتأت أن تكرم المتفوقين الخريجين الأوائل في كليات الهندسة بجامعة دمشق. كان هذا التكريم لأن هؤلاء دخلوا إلى ميدان الهندسة، وبالتالي فإن تكريمهم كان بادرة جميلة جدا. وهذا الموضوع يعني أخذ فترة طويلة من التحضيرات. أشكر لجنة المهندسات السوريات ومجلس فرع نقابة المهندسين على الدعم الذي تم تقديمه لوضع هذه الفعالية بهذا التميز، والجميع الحقيقة كان سعيدا جدا وغادر فرع نقابة المهندسين وكله أمل أن يكون أولاده القادمين مهندسين بهذا التكريم. أكيد تشكر جهودكم اليوم ويعطيكم ألف عافية، ودائما نحن بنفتخر بالشباب السوري. على ذكر الحديث أكيد منبارك لكل طلاب الثانوي مبارح، يعني كان في نسبة نجاح كتير حلوة وكان في معدلات حلوة. اليوم هيك أكيد الأهالي اليوم برد قلبهم بهذا النجاح الحلو، ودائما نحن متمنى الاستمرارية. وقت نقول تكريم عم نحكي عن حافز، خلينا نقول معنوي، للاستمرار بالنجاح. قد ايه اليوم مهم هيك فعاليات وهيك تكريمات لاشخاص عن جد تعبوا ولقوا حدا اليوم عم يقول لهم يعطيكم الف عافيه؟ يا صديقتي، ان التكريم ليس ماديا لكنه كان معنويا. تمام. يخاطب شيئا في النفس. انا تخرجت وبتفوق وعملت 5 سنوات في كليتي، وبالتالي أن أجد من يتذكرني قبل أن أغادر كليتي وأدخل في معترك نقابة المهندسين كمهندس، كان مفاجأة جميلة وحلوة للجميع. هذا الموضوع أن نتذكر من هم في دارنا، دار المهندس العربي، كان جميلا ولم يتوقعه أحد. وأشكر كل الذين شعروا بهذه المشاعر الجميلة في هذا التكريم. فعلا كانت مشاعر كانت صادقة، مشاعر مشتركة، كانت مشاعر صادقة وصادقة جدا ونابعة من القلب. أكيد كتير حلو التكريم بعد هيك إنجازات وتعب، لكن قدي مهم تعزيز العلاقات بين الجامعة وطلابها لتحقق رؤية متميزة وتساهم بالتعاون، يعني خلينا نقول، أو التميز بين الطلاب والمجتمع. الحقيقة أن نقابة المهندسين تسعى إلى وضع جسور من التواصل مع طلاب السنوات الأخيرة في كليات الهندسة لشرح وتوضيح ما هي هذه النقابة، ما هو حقك وواجبك، ما هو
كان اختيارك صائبا حين اخترت الهندسة. الهندسة مهنة تبني ولا تعرف الدمار، وبالتالي هذا الموضوع كان ممتازا بالنسبة لكل طالب. جسور التواصل استمرت، وهذا من سياسات ربط الجامعة بالنقابة وربط الجامعة بالمجتمع، لأنك إذا لم تعرفي تماما ما هو دورك في هذا المجتمع لن تصلي إلى أن تفتخري بنفسك أنك اخترت مهنة تبني ولا تدمر. صحيح. والوطن هو يبني بسواعد المهندسين وسواعد الجميع، لكن من يضع خطط الأعمار وانطلاق عمليات البناء هو المهندس بفكره الذي يستوعب جميع المشكلات ويقدم الحلول. قدين احنا اليوم بحاجة للبناء وبحاجة لإعادة الإعمار بعد الفترة اللي قطعت بسوريا؟ كونك ذكرتي الدور، فاليوم حضرتكم كان لكم دور كتير كبير بهذا التميز. خلينا نحكي عن دوركم عند الخريج لحتى هيك اليوم نحصل على مهندسين متميزين. تماما، أنا أدرس في كلية العمارة وأدرس في إحدى الجامعات الخاصة، وأرى هذا الجيل يتشوق تماماً إلى معرفة دوره الذي يرسم له، وأشجعهم دوماً على أن يكونوا طيوراً تحلق في الوطن ولا تغادر هذا الوطن رغم كل الظروف. المهندس له دوره الحقيقي في هذه المرحلة لأنه من يعتمد عليه في رسم سياسات الأعمار، والهندسة تراكم خبرة وإبداع وإعطاء مستمر. هذا الموضوع كان لدى الخريجين ولدى الطلاب السنوات الأولى والأخيرة في الجامعة هو مصدر فخر أننا اخترنا هذه المهنة. بالنسبة للطلاب، يعني حضرتك عم ذكرتي من شوي انه عم تتواصلوا لتعزيز العلاقات بين الطلاب، في تواصل، هذا التواصل عم بيكون احيانا للطلاب هو تدريب؟ نحن نتيح احيانا فرص التدريب، نحن نتيح فرص الاطلاع، نحن نتيح لطلاب السنوات الأخيرة، وهذا مرسوم في الدور المجتمعي لنقابة المهندسين والدور المعرفي لنقابة المهندسين. نقابة المهندسين ليست فقط تنظيم مهني، هي تنظيم اجتماعي يستقطب من ينضوي تحت جناحيها ويحببه بهذه المهنة. فنحن حين نذهب إلى طلابنا في جامعاتنا نذهب إلى أمل وبراعم تتفتح، ونعطيهم خلاصة تجاربنا ليرسموا خطاً. دائما الجيل الجديد يبدع ويعطي، ونرسم لهم دورا يرونه في مستقبل هذا الوطن. ودائما الرهان على الشباب هو يعني خاصة بهي الأيام، وعلى بكرة بشبابنا وبهمتنا، ودائما احنا بنقول عندنا قدرات كتير مميزة بحاجة لهذا الدعم. بدنا نشكر اللفتة الكريمة منكم، ونتمنى لكل الخريجين التوفيق بمسيرتهم وبعملهم، وإلكم أكيد يعطيكم ألف عافية، وأكيد شكرا لحضورك لليوم. شكرا كثير، وادعوكم الى مواكبه نشاطات نقابه المهندسين في لقائها مع طلابها. ان شاء الله. شكر حضورك معنا، ونتمنى التوفيق لكل الخريجين. يعطيك الف عافيه.